بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله طلابنا الأعزاء، معكم الأستاذ عبد الرحمن خليل، مدرس مادة الكيمياء للفرع العلمي والفروع المهنية على منصة بناء التعليمية، المنصة التي تضم خيرة المعلمين من المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا في هاي المنصة راح نشرح المادة بإذن الله تعالى بطريقة تكون سهلة وبسيطة وتراعي الفروق الفردية. راح نحل جميع أمثلة الكتاب والأسئلة، وأيضا أسئلة إضافية وأسئلة الوزارة على الطريقتين القديمة والجديدة بإذن الله تعالى، معا نحو تحقيق 200 من 200. متمنيا التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.